مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية يوم الاثنين وأيضا جزء من يوم الثلاثاء، لكن من الأربعاء وحتى الجمعة تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع لتعود إلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض أيام الأحوال الجوية خلال أيام هذا الأسبوع بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء تقريبا معتدلة، نهارا لطيفة ليلا في معظم مناطق المملكة، لكنها تميل إلى البرودة ليلا في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الشرقية 26 والصغرى 11، الشمالية الشرقية 25 إلى 14، وأيضا المنطقة الشرقية 27-21، الوسطى معتدل نهارا لطيف ليلا 30-20، المنطقة الغربية حار نسبي 35 إلى 26 معتدل أثناء الليل، والمنطقة الجنوبية الغربية 24 إلى 13 درجة مئوية. يوم الاثنين يطرأ انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، فالشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 8، الشمالية الشرقية 21-10، المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-20، كذلك المنطقة الوسطى 32-19، والمنطقة الغربية حارة نسبيا نهارا معتدلة ليلا 35-26، والمنطقة الجنوبية الغربية 24 إلى 12 درجة مئوية. يوم الثلاثاء انخفاض آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية لتصبح باردة نسبيا أثناء النهار، لكنها باردة ليلا طبعا مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. المنطقة الشمالية الغربية 19-10، والشمالية الشرقية 16-10، المنطقة الشرقية 27-18، والمنطقة الوسطى 27-15، والمنطقة الغربية 34-25، والمنطقة الجنوبية الغربية 23 إلى 10 درجات مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، تكون الأجواء لطيفة أثناء النهار ولكنها تميل قليلا إلى البرود ليلا، الشمالية الغربية 22-10، الشمالية الشرقية 17-7 باردة أثناء الليل لطيفة إلى باردة نسبيا نهارا، المنطقة الشرقية 25-17، المنطقة الوسطى 25-15، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 33-25، والمنطقة الجنوبية الغربية 22 إلى 11 درجة مئوية. يوم الخميس أجواء لطيفة بالنهار تميل للبرود ليلا في المناطق الشمالية الغربية 23-11، الشمالية الشرقية 17-8، والمنطقة الشرقية 25-17، والمنطقة الوسطى 27-17، أجواء معتدلة إلى لطيفة، والمنطقة الغربية 33-26 معتدلة نهارا لطيفة ليلا، والمنطقة الجنوبية الغربية 23-11 درجة مئوية. يوم الجمعة أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، لكنها تميل للبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر في المناطق الشمالية الغربية 24 العظمى والصغرى 11، الشمالية الشرقية 17-10، المنطقة الشرقية 26-19، والمنطقة الوسطى 29-18، والمنطقة الغربية 33-26، والمنطقة الجنوبية الغربية 22-11 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.